أخي. أختي لا تخافي، ما في شي بخوف. شو يا سيد فوران؟ لما الموضوع يكون متعلق بإخواتنا ما بيضل في أي خوف، مو هيك؟ أنا بالنسبة إلي ما ضل أي شي خوفني. إجا الوقت لحتى ينكشف كل شي، وإنت هلأ رح توضح كل شي وتقول وين أختي وتعترف باللي ساويته فيها. عزيز نزل سلاحك، خلينا نحكي بهدوء، خلينا نحكي أنا وإنت لحالنا. بترجاك أرمك مريضة والتوتر مو منيح لصحتها، خليهم يروحوا من هون ونحنا بنحكي. ما في أي حدا رح يطلع من هون. طالما ما شفقتوا على أختي أنا ما رح أشفع على أي حدا. هلأ مو وقتها خال عزيز. لا تتدخل كنان، هذا الموضوع لازم ينتهي هون. ما في شي ممكن ينتهي بهي الطريقة. اسمع أنت عزيز، بكفي بقى، شو مفكر حالك عم تساوي؟ ما حدا بيقدر يوقفني بعد هلأ. كنان مشان الله ساوي شي. يلا لشوف، يا أما أقول أو هلأ أنا رح فجر لك راسك. خال عزيز بترجاك وقف، نزل سلاحك، إذا صار شي لأرماك بتتحمل الذنب. نزل سلاحك وروح احكي أنت وفوران بلا عناد. الموضوع رح ينتهي هلأ كنان، رح أعطيك مهلة 5 ثواني، يا بتحكي هلأ يا بأوصك براسك. عزيز 5. مشان الله اترك هالسلاح ولا تساوي شي. هالموضوع رح ينتهي هلأ. 4. بترجاك اسمعني ولا تعملها. عزيز بترجاك لا تعملها، فوران ما إله ذنب. عزيز عزيز الله يخليك اهدى، نحن ما عملنا شي، اختك تركتنا كلياتنا، راحت وما عطتنا خبر. 3.